هارمين انا حموشي. هلا انا حموشي. طبعا اصدقائي رجعناكم بفيديو جديد. اليوم يا اصدقائي نفس ما قرأتوا في العنوان، واخيرا الفيديو تبع السحب في الصناديق تبع الهالوين. اليوم يا اصدقائي نفس ما وعدناكم يعني يا اصدقاء انه راح ناخذ اسماءكم والكودات تبعكم باللعبة ونروح ندز لكم هدية اصدقائي. اتخيل هذا الشيء يصير يا اصدقائي، ما فيش اي شيء مستحيل. اوكي يا اصدقائي، فاليوم راح ادز لكم بس اليوم هذا الجزء الاول، ان شاء الله اسوي جزء ثاني. وايد تستحقون صراحة، كلكم تستحقون هذه الهدايا، فراح اسوي هذا الجزء انا راح ادز لانه صعب اثنيناتنا انا وحموش راح ندز سوية، فاقول اني اسوي جزء ثاني انه حموش يدز. اوكي يا اصدقائي، فيب هذا الجزء اليوم الي انا راح ادز الهدايا الكم. فانتظر الهدايا من عندي بالجزء الثاني. انا حيل هسه متحمسه اني اشوف الاسامي اللي فازوا، طبعا كلهم حضرتهم وحطيتهم بدفتر خاص. اوكي يا اصدقائي، طبعا يعني مسويت لي بدفتر خاص لهذه الاشياء. فيب يا اصدقائي اذا ورقه راح تضيع وتروح، فيب يا اصدقائي فخليت دفتر خاص لهذه الاسماء والكودات، وهاي اسماءكم موجوده عندي حاليا هي والكودات، فاستعدوا ممكن يظهر اسمكم يا اصدقائي اكيد لانه هواي اختاريت، والجزء الثاني اذا ما طلعتوا هسه ممكن في الجزء الثاني لانه هواي راح يفوزون عندنا لهذه المره. وهسه خلونا نبلش يا اصدقائي على اول اسم. فاول شيء ندخل على التطبيق تبع الاصدقاء ونروح هنا عند الهدايا ونبحث على الاسم وندز. ليتس جو. اول فائز ويانا واللي هي ميس جيمر. اوكي مبروك لميس جيمر يا اصدقائي، او ليتس جو يا اصدقائي. هذه هي، او ماي جاد، خلونا ننزل هالهديه. أوكي. طبعا راح اختار اللي تكون في اللون البرتقالي لانه فيها كاندي احلى من هذيك البنفسجيه. فيلا دزيت لها الهديه، مبروك، مليون مبروك. اوكي مبروك يا ميس جيمر. اوكي اصدقائي، فهسه كملنا من الفائز الاول، يلا استعدوا للفائز الثاني. الفائز الثاني من تتوقعون؟ ليتس جو، خلينا نكتب الاسم النوب الكود وندز الهديه. الفائز اللي بعده، وهذه هي الفائزة الثانية أصدقائي واللي اسمها ميرا. أوكي مبروك لميرا. هذه ميرا يا أصدقائي، خلينا ندز لها الهدية. طبعا يا أصدقائي أريد أقول لكم على شغلة، لما أدز لكم هذه الهدايا أريد لو تسوون فيديو إذا عندكم قناة على اليوتيوب أو تعملوا صورة وتعملوا المنشن في الانستغرام. أوكي أصدقائي، فعلمت إني أنشرها في البوست الجاي أو أنشرها في قناتنا. تمام يا أصدقائي، يعني اللي عنده قناة واللي ما عنده قناة أكو حلين. تمام، فا اوكي دزلنا سلميرة هدية. اوكي هسه خلونا نروح للفائز الثالث، ليتس جو. منو تتوقعون؟ خلينا نكتب الاسم ونرجع لكم. وطبعا منو تتوقعون، ولد او بنت؟ اوكي اصدقائي انا اتوقع ولد، وانا اعرف منو، فخلينا نكتب ونشوف اذا جواب حموشي صح او لا، وجوابكم ايضا لو صح او غلط. فيلا راح اكتب الاسم وارجع لكم عشان نعرف اذا كان ولد او لا. وكان جوابي يا اصدقائي حموشي صح، واللي هو علي جيمر. هو هذا اكيد راح يكون ولد يا اصدقائي لانه اسمه تبع اولاد وشخصيته تبع اولاد قصدي. فاكتبوا التعليقات شنو تتوقعتوا. مبروك علي على الهديه. يلا خلونا طبعا ندز الهديه. تمت العمليه بنجاح، ياب دزينا لها. فلا تنسوا تعملوا صوره او فيديو. اوكي اصدقائي، فتمام مبروك، مليون مبروك. يلا هسه منو تتوقعون ولد لبنيه هاي المره الثانيه؟ فخلي هسه اكتب الاسم وارجع لكم. حموش يقول بنيه، خلي نشوف. اوكي هذا هو الشخص الفائز اللي اسمه باربار جيمر، بس صراحه ماني عارفه اذا كان ولد او بنت لان الاسم شوي غريب يا اصدقائي، فخلينا نبحث ونشوف الشخصيه. فليتس جو. او ولد. اوكي حموش قال بنيه. اوكي فا يلا ندز الهدية. فمبروك الباربار على على هذه الهدية. اوكي اصدقائي انا الحين فرحانة، قاعد افرح هو ايش خالص. كل ما يلا سنبحث، كل ما اسمع الاسم اتذكر بارباره، حتى انا صراحة. فيلا هسه خلونا نبحث على الشخص الفائز واللي هو الخامس. الفائز اللي بعده هو هذا، خلينا نشوف اذا كان بني ولد. اوكي فخلينا تسألي هذا الشخص. فمبروك عليك هذه الهدية. طبعا لازم اني اشتري هسه هدايا لانه خلصت الهدايا تبعي، فلازم اني اروح اشتري والنوب راح ارجع لكم. طبعا هي موجودة هنا فراح اشتري وارجع لكم. A few moments later. اشتريت يا اصدقائي الهدايا اللي هسه حاليا انا محتاجتها. فخلونا هسه نبحث على نبحث قصدي على الاسم اللي بعده. فليتس جو، خليني اكتب الاسم وارجع لكم. والفائز اللي بعده ارمي بلينك. خلونا هسه نبحث على ارمي بلينك ونعطيها الهديه. اتوقع هي بنيه. اوه ولد. اوكي اوكي فهسه خلينا ندز لها هديه. شوفوا اشتريت 10، فيلا مبروك على ارمي بلينك على هذه الهديه. اوكي اصدقائي طبعا هو فازوا ويانا ولد، لازم هسه اختار بنيه. يلا ليتس جو، خليني اختار بنيه وارجع لكم.
الفائزة اللي بعته يا أصدقائي طبعاً هي بنية واسمها سنو. خلينا الحسن نطيل سنو هدية. أوكي مبروك وصلت لها الهدية يا أصدقائي. وألف مبروك على الهدية. 5565 مبروك. رقم كبير. أوكي هسا خلونا نكتب الاسم اللي بعده وتوقعوا يا أصدقائي إذا كانت ولد أو بنية. يلا نكتب الاسم. Let's go. أوكي توقع ولد. أوكي حموشي توقع ولد. خلينا نكتب ونشوف. طبعا يا اصدقائي هذا الفائز اللي بعده. خلينا نشوف. بس طبعا انا ما عارفه اذا كانت بنيه او لا لان الاسم شوي غريب وما عارفه اذا يعني الاسم للولد او البنات. فخلينا نشوف. ولد. اوكي كان توقع حموشي صح. غلط قصدي غلط. انا قلت ولد. والله شو مدري نسيت. اوكي خلينا ندز لها هديه. مبروك على الهدية. ننتقل للفائز اللي بعده. شفتوا وين فوزنا اليوم؟ بعد اكو وجزء ثاني عندكم. يلا هسه خلونا نكتب الاسم اللي بعده وتحذروا يا اصدقائي اذا كان ولد او بنية. مبروك اذا فزتوا. يب يا اصدقائي ليتس جو. خلينا نكتب الاسم اللي بعده. طبعا يا اصدقائي ما توقعنا اذا كانت بنية او ولد لكن يا اصدقائي مبين من اسمها انه هي بنية واللي هي غدير. فا اوكي يا اصدقائي خلينا نبحث عن غدير. هذه غدير. واو تشبه شخصيتي. اوكي يلا ننزل هالهديه لغدير. مبروك يا غدير على هذه الهديه. كلكم تستحقون الهدايا اصدقائي. فيلا هسه نكتب الاسم اللي بعده. هالمره ما راح احذركم. اوكي فاذا حابين احذروا. اوكي توقع بنت. حموشي توقع بنت. خلي نشوف. يلا اول فائز اللي بعده اللي هو امين جيمز. طبعا هو اسمه حسابه على اليوتيوب الصوره امين. فطبعا هو هواي يعلق لنا فيستحق الهديه. طبعا دائما وابدا اللي دائما يكونون يعني دائما موجودين في القناه ومتفاعلين وهاي طبعا راح يفوزون. هم احتمال كبير يعني يفوزون. فامين يستحق هذا الشيء. فيلا هسه نعطي لامين هذه الهديه. ومبروك يستحق. يبي يا اصدقائي يعني لو تشوفون تعليقاته هواي يعلق وتعليقاته ايجابيه حيل. فشكرا لامين على كل شيء وشكرا لكل شخص على قناة علق لنا. اوكي ننتقل اللي بعده. ليتس جو. شنو تتوقع حموشي؟ اكيد بنت. بنت؟ خلينا نشوف. طبعا انا راح اختار. اوكي فيلا نشوف. والفائز اللي بعده تاهيونغ. طبعا ما متاكده اذا كانت بنيه او ولد بس اتوقع بنيه لان هو ارمي بنات. فخلينا نشوف يا اصدقائي اذا كانت بنيه او ولد. اوكي يا رب. بنيه. والله توقعي صح. اعرف الارمي. فخلي هسه ندز تاهيونغ هديه. اوكي فخلينا نسميها تاهيونغية لأنه هي بنية. فا اوكي مليون مبروك على تاهيونغ. يلا هسه يا اصدقائي نكتب الاسم اللي بعده. منو تتوقعون بنية او ولد؟ حموشي شنو؟ ولد. ولد. اوكي انا راح اختار طبعا. اوكي فنكتب الاسم ونشوف اذا كان توقع حموشي صح او لا. ليتس جو. الفائز اللي بعده اكيد راح تكون بنية لانه اسمها مينا. فتوقع حموشي غلط. اوكي فهذه هي مينا. اوكي مبروك. طبعا يا اصدقائي انا حيل احب اسم مينا. فيا اصدقائي مبروك على مينا هذه الهديه. اوكي ننتقل للاسم اللي بعده. ليتس جو. اتوقع بنت. لا بنت. بنت. اوكي خلينا نشوف. الفائز اللي بعده ما متاكده اذا كان اسم بنت او ولد. عليا ما ادري صراحه. فنشوف يا اصدقائي اذا كان ولد او لا. اوكي اوكي بنت. لا اتوقع اسمها عليا. اوكي او صح حموشي فاز. اوكي فندز العلياء او اليا ما اعرف اسمها بالضبط بس مبروك لها على الهديه. فيلا ننتقل للاسم اللي بعده. من تتوقع حموشي ولد او بنيه؟ اتوقع بنت بعد. اوكي نشوف. يلا الفائز اللي بعده اكيد راح يكون ولد لانه اسمه اياد جيمر. فاكيد اصدقائي خلينا نبحث على اياد. اكيد راح يكون ولد. يس اكيد راح يكون ولد لانه اسمه تبع اولاد. فمبروك لاياد هذه الهديه. اوكي دزينا اليوم. مبروك 279 مبروك. طبعا يا اصدقائي لا تنسوا انه تسوون صوره او تسوون فيديو. لا تنسون هذا الشيء. اريد اشوف الهدايا لما ادز لكم اياها يا اصدقائي. تمام فيب لا تستسوون هذا الشيء. فليتس جو نبحث عن الاسم الاخر. شوفوا وايد اليوم فوزنا. ليتس جو. واخر فائزة ويانا يا اصدقائي واللي هي جوجو 11. اوكي يا اصدقائي 875 مبروك. دائما اختار ارقام عشوائية. فالمهم فاذا ما فزتوا بهذا الفيديو فاكيد ممكن يا اصدقائي تفوزون في الجزء الثاني احتمال كبير لان ايضا راح نفوز هواي. فدائما اكتبوا اسمكم بالتعليقات وان شاء الله يعني ما اطول في الفيديو. فخلينا ندز جوجو 11 اخر هدية. فيلا
مبروك لجوجو، مبروك لكل اللي نزلنا لهم هدية، ولا تزعلوا. أنا ما قاعد أختار مبروك عشوائي لأن على الكود قاعدة أقول مبروك. ها أوكي فهمت. شايفين يا أصدقائي محمود شي يختار رقم عشوائي طلع يختار من الكود، أنا ما منتبه على هالشي. أوكي فكرة حلوة. طبعا اللي حاب يدخل على السحبة يا أصدقائي روحوا للفيديو اللي طلبت من عندكم إنه تكتبون اسمكم باللعبة والكود. طبعا الفيديو ثبت بأول تعليق، بس اضغطوا عليه رأسا يوديكم عليه، واكتبوا بالتعليقات على مود النوب نختار عشوائي. طبعا لا تزعلوا لأن اختيار عشوائي دائما، والنوب حموش يجز لكم الهدية. فيا أصدقائي إن شاء الله تكونوا فرحتوا بهذا الفيديو يا أصدقائي واستمتعتوا. راح بس أسولف يعني. يا أصدقائي حموش هسه طلع لأن طلعت علامة النت. فيا أصدقائي وبس كان هذا الفيديو اليوم. حطوا لايك واشتركوا وبس باي باي.